مساء الخير. هسألك سؤال، تخيل نفسك قاعد جوه عربية إسعاف ورا، ووالدتك بعد الشر أو والدك أو أخوك أو أختك أو مراتك أو أي حد من العيلة في حالة خطر جدا، واقف على كوبري أكتوبر، والكوبري واقف والعربيات واقفة والعربية بتحركش لأنه طريق واحد والرصيف اللي في النص عالي ما ينفعش العربية تنقل الناحية التانية، وعايزة تروح المستشفى بسرعة علشان في حاجة في منتهى الخطورة. بعد كده يتفك الموضوع ده كله، نلاقي ان الحكايه ان في حادثه قدام فوق كوبري اكتوبر بسبب اتنين شباب لطاف لزاز كانوا بيجروا مع بعض يعملوا سابق على كوبري اكتوبر اللي فيه ناس، قاموا داخلين في بعض، قاموا مكسرين الدنيا، قامت العربيات مقلوبه، هم اتعوروا، واحد مات، واحد اتشوه، ناس كمان اتعورت في النص، والدنيا وقفت، وفي ناس عايزه تروح مستشفى دلوقتي تلحق حاجه مهمه جدا. ازاي يا اخوانا الشباب؟ أرجوكوا رفقا بأهليكم، رفقا بفلوس أهليكم، ما ينفعش يبقى أبوك وأمك جايبين لك عربية وقاعد تنط بيها في المهندسين وفي مصر الجديدة على كوبري أكتوبر، وعمال تعمل أمريكاني وعمال تعمل خمسات وستات وسبعات، والعربية موتورها يتحرق والكاوتش يروح، حتى لو أبوك وأمك قادرين يجيبوا لك الفلوس اللي تشتري بيها العربية دي، ده اسمه سفه. لازم ناخد بالنا من نفسنا، من أهالينا، من حياتنا، لأن احنا محتاجينكم. والناس الغلابة اللي بيبقوا على الكوبري بيبقوا عايزين يروحوا المستشفى بمنتهى السرعة، دي حاجة. الحاجة التانية، الناس الغلابة التانيين اللي بيبصوا على شباب بيجروا يقول لك بص أبوه وأمه جايبين له عربية عمالين يدوسوا بيها في خلق الله. أرجوكم كفاية بقى، نعقل شوية ونهدى شوية ونراعي الناس اللي حوالينا ونراعي الناس اللي بيبقوا محتاجين يروحوا مستشفيات أو يلحقوا حاجة مهمة جدا. وأرجوكم عايزين دايما تبقى فرصة سعيدة. وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فرصة سعيدة. طبعا انتم متشوقين جدا تعرفوا مين نجمتنا النهاردة او نجمنا النهاردة. اللي معنا النهاردة نجمة رقيقة جميلة لطيفة زي القمر، انا اشتغلت معاها وسعدت بلقائي معاها في المسرح، وزمان عملت معايا مسلسل كانت حلقاته منفصلة متصلة اسمه غاضبون وغاضبات، وشبهوها كتير من النقاد والجمهور بان هي شبه ساندرا بولوك. منى زكي. اهلا بيك يا منى. اقعدي اتفضلي. اما انا هقعد؟ لا يعني قصدي مش عارفه تقعدي فين. لا. ازيك يا منى؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويس. صحيح انت شبه ساندرا بولوك؟ معرفش، هو ناس كتير بتقولي كده بس. لا انا عايز اعرف رايك عشان انا ليا تعليق الموضوع. لا انا بحس ان انا مش شكلها، يعني انا مبططه شويه. شكلها اكيد يعني. لا بس انا اقول لك تعليقي. انت فعلا شبه ساندرا بولوك. شكرا يا شيخ. لا بجد والله، يعني الموضوع ده يعني اتقال اكتر من مره واثير اكتر من مره، ويمكن كان في الافيش بتاع مافيا بالتحديد. انا حسيت بس في الوقت ده ان انا يمكن اكون شكلها شويه بس، لانهم كانوا مطولينني كده وعارف يعني فردني. اخبار ليلي ايه؟ كويس، كبرت. بقت قد ايه دلوقتي؟ بقى عندها 8 شهور. وانت كام في المية ام وكام في المية فنانة؟
لا بيتهيألي ما حدش يقدر يحدد، لانك ساعات احس ان انا ام اكتر ومش عايزه اي حاجه تانية اعملها في حياتي، وساعات احس لا ان انا فني ده مهم وان انا بحبه قوي وعايزه اجتهد فيه واعمل فيه حاجه كويسه، فما بقاش عارفه احدد، مش نسبه بس هي ساعات تبقى كلها كده وساعات تبقى كلها كده. يعني حسب الشغل، يعني لو انت شغاله فتره طويله بتبقي فنانه صرف. لا لا بالعكس، بيجي لي وقت ببقى زعلانه وعايزه اشوف بنتي وزعلانه اني النهارده ما شفتهاش وهي مثلا بتعمل حركه جديده اللي هي مثلا كده، متضايقه قوي ان انا ما شفتهاش بتعمل اول مره كده مثلا كده اللي هي باي. باي باي. ببقى متضايقه مثلا اني ما شفتهاش، ازاي ما اشوفش اول حركه بتعملها يعني. وعلاقتك بيها جوه البيت انت اقوى، علاقتك بيها اقوى ولا احمد؟ لا يعني انا عشان بقعد في البيت اكتر من احمد يعني، بس احمد لما بيقعد معاها بيبقى فظيع يعني، دلوقتي بقى قاعده فوق السلم ويسيبها فوق السرير كده اللي هو يعني طرف السرير ويسيبها، حاجات خطر يعني، حاجات رهيبه يعني. طب هو ما مش خايف عليها ولا ايه؟ لا هو بيتعامل انها هتتعامل، وبعدين يحطها فوق السلم، عارف السلم اللي انت بتطلع عليه ده، ويسيبها. السلم اللي بتسند على الحيطه. ايوه ويسيبها وهو مسنود على الحيطه، بعدين يقول لها تعالي كمان عايزه ترمي نفسها، فتيجي قبل ما ترمي نفسها تعمل زي وتقوم راميه نفسها اللي هي مغمضه، يعني هي عارفه انها هيحصل حاجه بس يعني كده، وتقوم مغمضه وراميه نفسها. طب احمد حلمي لما عمل برنامج لعب مع العيال، لعب عيال يا ترى بيمارس معاها نفس الحاجات اللي كان بيعملها في البرنامج وكده؟ هو لسه طبعا ما فيش الحوار، لان هي لسه ما بتتكلمش طبعا، فما فيش الحوار ده، بس بيمسكها طبعا، ممكن يمسكها كده ويشعلقها من هدومها ويشقلبها، بيعمل فيها حاجات طبعا. وانت رد فعلك بيبقى ايه ساعتها؟ لا بقعد اضحك عليها بصراحه لانها بتطلع عيني انا، فمبسوطه ان حد بيعمل فيها حاجه يعني. طيب بمناسبه ساندرا بولوك والفنانين العالميين، لما كان اشرف عبد الباقي معايا في حلقه من الحلقات اللي فاتوا، سالته قلت له مين اكتر ممثل من الممثلين المصريين الشباب اللي من جيلنا ده بيعجبك غيري طبعا يعني؟ انا عادي. انت تتكلم ازاي؟ فهو اختار نفسه، قال انا بيعجبني اكتر ممثل اشرف عبد الباقي. انت بقى بالنسبه ان احنا قلنا ساندرا بولك وبتاع، مين اكتر ممثل من ممثلين عالميين غيري برضو طبعا؟ عالميين طبعا. امال ايه؟ شريف منير طبعا. طبعا. لا بجد، مين اكتر ممثل من الممثلين العالميين بيعجبك؟ انا بحب جدا جدا براد بيت مثلا، بحب شون كونري جدا. براد بيت بيقولوا ان هما البنات بتحبه عشان هو زي القمر. طبعا قمر وممثل طبعا كويس جدا، وشون كونري بيعمل ادوار غير طبيعيه، كل مره احس ان هو مختلف. سن مختلف وبني ادم مختلف وكل حاجه فيه بتبقى مختلفه. طيب في بدايه الحلقه انا لما جيت اقدمك قلت منى زكي وساندرا بولوك، ما سمعتش والله. وكان في جزء كان في جزء باقي من التقديم انا ما قلتوش، انك تحولتي من ممثله الندابه فجاه. يعني ايه ندابه؟ بس انا مش هي مش ندابه. امال هي ايه؟ هي شرشوحه. يعني في فرق بين ندابة وشرشوحة؟ الندابة دي اعتقد اللي هي بتبقى بس بتروح في لما بيحصل حالة وفاة عند ناس يعني، فبتروح تصوت تصوت عشان الستات يعني مشاعرهم تتحرك فيعيطوا. الشرشوحة بقى، الشرشوحة دي بتبوظ مثلا، بتتأجر عشان تبوظ فرح، تبوظ انتخابات، تبوظ اي حاجة. اي حاجة حد عايز يأذي بيها التانية. طيب والشرشوحة دي بس ارجوك وضح عشان الناس تفتكرني بجد بشتغل كده، ارجوك توضح. ما انا لسه جاي معاك. على ايه بالظبط؟ لسه جاي معاك. ايوه الشرشوحه ليها مواصفات شخصيه، ليها مواصفات وطريقه لبس وكده، انت قدرتي تلمي ده منين؟ بجد بجد استاذ علي رجب كان ليه فضل كبير جدا، غير ان السكريبت مكتوب بشكل فظيع، بلال كاتبه بشكل بجد حلو قوي، اللي هو ما تبقاش مصدق ان بجد في ناس بيتكلموا كده وفي ناس بيتعاملوا بالطريقه دي، بس هما موجودين وهما بجد. وعلي قعدني مع ناس دي شغلتهم فعلا في مصر، في مصر شغلتهم شراشيح واشتغلوا يعني في يعني بيكسبوا اكل عيشهم من الشرشحه، من اذيه الناس، ما دي في الاخر اسمها اذيه ناس يعني. فهو خدك قعدتي مع المجتمع ده
مش معاه المجتمع يعني. هو جاب لي كام حد كده وقعدنا معاه وهو قالت لك ايه بقى يعني؟ قعدت معاكي مثلا قالت لك ايه بقى؟ احنا بنحبك قوي وبتاعه، كانت لذيذه جدا. بس انا قعدت اسالها تفاصيل في شغلها، بتبقى نازله الشغل حاسه بايه، فاكتشفت ان هما بيبقوا نازلين كانك رايح تمثل يعني. زي احنا كاننا رايحين اوردر، رايحين نمثل اوردر. ما بتبقاش قصه يعني هلاميه، مش اللي هو عماله بحضر هقول ايه وهعمل ايه، لا. بتسيبها تلقائيه تيجي يعني كده، تقوم نازله هي واصحابها رايحين متقدرين مظبطين نفسهم علشان يروحوا يبوظوا الليله اللي هي رايحينها ايا كانت. وطبعا في لبس معين. ده كان استاذ حمدي عبد الرحمن، هو المهندس ديكور وستايلست في الفيلم معانا. انا عايزه اقول لك قد ايه عنده تفاصيل مهمه وجميله جدا. انا كنت كل ما يلبسني حاجه اقول له بجد انا مش مصدقه انت ملبسني لبس تحفه وراكب على الشخصيه قد ايه. انا سمعت ان انت نزلتي وكلت البلح واشتريتي هدوم كلفت كلها 400 جنيه. ايوه صح، كلفني قوي بصراحه. كلفني قوي. التركيبه كانت عامله ازاي؟ كنت لابسه ايه يعني؟ اشتريتي الحاجات دي منين؟ من وكلت البلح يعني؟ من الوكالة. ايه تفاصيلها؟ هو نزل معايا استاذ حمدي عبد الرحمن واستاذ علي رجب وقعدنا نختار الوان. طبعا مش لايقه خالص يعني، ممكن كاروهات على ريه على مشجر يعني، الحياه كده بتبقى. وساعات بيلبسوا بنطلون بيجامه. بنطلون بيجامه طبعا. ولازم كوتشي ولازم يبقى عندهم الرابطه دي في ايديهم عشان وهم بيضربوا الريست ما يحصلوش حاجه. وفي كمان بيلبسوا بقى خنيقه هنا كده برضو يعني، منديل كده علشان ما يزعقوش. لا ده اللي عندهم لوز الشيف. لا لا خالص. طبعا كل ده اتعمل في فيلمك ان شاء الله اللي نازل على الصيف اللي هو خالتي فرنسا. وانت عامله فيه دور بطه. انا هكلمك عن بطه وهنتكلم عن تفاصيلها بس بعد ما استاذنك في ان انا هقدم زميله. طب ممكن اقعد معاهم عشان نفسي احييها جامد جدا معاهم؟ والله ممكن. طب ما تيجي معايا هنا. ماشي. وتحييها معايا هنا. اوكي. الزميله اللي موجوده معانا النهارده زميله شقيه جدا، بدات حياتها في الاعلانات، عندها حركه في حواجبها وعينيها ومناخيرها منتهى السرعه، عباره عن طاقه فنيه فظيعه. بيميزها طولها طويلة. تعال تعال ما تزعليش. طويلة في طول منى، في طول منى زكي. ياسمين عبد العزيز. حضرتك استاذ عماد بس تخش عليها شويه كده. ليه تخش عليها شويه؟ زوم بس ان على ياسمين الحركه بتاعت والنبي والنبي عشان خاطرنا بليز. من فضلك والنبي من فضلك والنبي. من فضلك للكاميرا دي او انهي كاميرا استاذ عماد؟ دي اوكي. يلا 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 والنبي والنبي. انا عارفك بتعملي ايه. الناس هتستهيف. لا 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 خالص لسه لسه مش دلوقتي، الهيافه جايه. يلا يا ياسمين والله حلوه بجد. يلا احنا سايبينك اهو لوحدك. بص للكاميرا واعملي حواجبك وعينيكي ومناخيرك. ايه الفضايح دي؟ معلش بليز بليز. يلا هنا. ازيك يا شريف؟ ازيك انت؟ عامل ايه؟ منورانا وفرصه سعيده ان معانا النهارده منى زكي وياسمين عبد العزيز. انت عامل كده ليه؟ ازاي؟ مش عارفه يعني حساك مذيع كده ما انا لازم ابقى شكلي مذيع في الاول وبعد كده افك معاكوا بقى. تشربي شاي؟ شاي؟ لا ما بشربش شاي. تشربي شاي؟ نعم بشرب. وانا كمان مش عايز شاي. كويس، كنت عايز اعمل لكم شاي يعني بس مش مشكله. اوكي. ياسمين. كسرت الديكور بقى، دغدغه الدنيا. ياسمين انت بداتي اعلانات. مش كده؟ بدات اعلانات. بداتي اعلانات. قعدتي تعملي اعلانات فتره. 5 سنين. وايه اللي وداكي التمثيل؟ مدام سميرة احمد كلمتني في التليفون عشان دور في امرأة من زمن الحب. امرأة من زمن الحب يعني هي شافتك في الاعلانات فشافتك ممكن تبقي الشخصيه اللي هي عايزاها. في امرأة من زمن الحب. طيب في الاعلانات
بيبقى الاعلان مثلا مدته 45 ثانيه. لا 45 ثانيه اقل. 30 ثانيه. 30 ثانيه ده. طيب. 30 ثانيه كده. ال 30 ثانيه دول بتقعدي تعملي كده وبتاع وتتكلمي عن المنتج وكده بسرعه، وساعات بتعبري بس مش كده؟ بعمل ازاي ده فار ده؟ ما هو يعني ما هو من مشتقات ال كويس. التمثيل حاجه تانية. سيناريو بقى وحوار وتحضير شخصيه وكده. انت كان عندك خلفيه عن ده؟ لا انا كنت مستصعبه قوي الموضوع من الاول. الصعوبه كانت في ايه بالظبط؟ في الحفظ. في الحفظ. ما كنتش عارفه ان الموضوع يعني حتى بالذات مسلسلات، يعني السينما اسهل بس موضوع المسلسلات كان طويل. السينما اسهل عشان شطات قصيره. أيوة بتاع. وبتاخد الجمله بجملتها وكده. اعمل لك شاي ان شاء الله. شيف احنا بجد ما بنشربش شاي. انا هشرب. انا اللي هشرب. انا اللي هشرب. طيب يعني هو انتوا لازم تشربوا شاي بالبرنامج. بتشربوا بالبرنامج ليه؟ بعمل حركات على اساس ان احنا طبيعيين وكده وبتاع، ويقع عليا ميه سخنه وابقى مستحمل. مش انتوا الاثنين اشتغلتوا في المسرحيه مع بعضينا وكنت انا معاكم؟ مع بعضينا. مع بعضينا. وانتوا الاثنين الحمل جه في وقت واحد؟ لا انا كان بعد ياسمين. ياسمين بنتها اكبر شويه من بنتي. بنتي عندها سنه وشهرين. وانتي؟ 8 شهور. 8 شهور. بس يعني ايه يعني في نفس الوقت تقريبا. ببص له ازاي؟ انت سميتي ليلي. انت بقى الواحد بيقعد يفكر يقول اسمي كذا ولا اسمي كذا ولا قررت ياسمين؟ مش انا والله. امال مين؟ زوجي قال لك هنسميها ياسمين. ليه بقى؟ ايه الفكره يعني؟ ما اعرفش والله ما اعرف. يعني بيحب اكيد ياسمين، دي حاجه حلوه يعني. عشان بيحب ياسمين فسمى البنت على اسمها. والله ده راجل فظيع بجد. عشان هو راجل. شوفي بقى احمد بقى. لا انا شخصيا يعني لا مش حابه الاسم اسمي يعني، عشان كده كنت ممكن اعترض. بس هو ما اقترحش اصلا بصراحه. ما اقترحش. لو سمحت ليه احمد كده؟ احمد ليه كده؟ ما اقترحش يعني. طيب ياسمين عبد العزيز. نعم. لما اشتغلتي اخر فيلم اللي هو صايع بحر. وقولي رايك بصراحه يعني ما تخافيش من منى. ارتحتي في الشغل مع احمد حلمي؟ طب ايه القوه؟ لا بجد بجد ليه؟ والله ليه؟ احمد شغله يعني سلس كده، ما تحسش ان في ايه يعني، ما يخلكش مثلا ايه وانت قاعد بتصور مرتبك متضايق. يعني جو التصوير تركيش يعني. جو التصوير كان حلو قوي وكنا بنقعد نهزر ما انا عارفك بقى، ما انا عشان هنا بقى يعني عشان المنطقه دي بتاعت بنهزر ونضحك. انت يعني ملكه الافيهات والحركات الوقع. اللي هي التوقيع والمقالب وكده. اقول لك يعني لما كنا بكده اوكي توقيع. انا بوقع. مش توقيع يعني، قصدي توقيع الناس مقالب يعني. ايوه يعني لما كنا بكده اوكي انا فاكر ان انت نزلتي رشيتي بطفايه الحريق. ما هو احمد هو اللي بدا. احمد السقا. ايوه. ايه اللي حصل؟ طب احكي لي الموضوع ده، ايه اللي حصل؟ ما انت عارف الموضوع. انا عارف ان انت عارفاه. مفيش يعني. ما طب ما تحكي انت. احكي انا. طيب يعني انت اليوم اللي احنا كنا بنصور فيه بنسجل بنشتغل فيه على المسرح. خرجتي من على الستيج. دخلت لقيتي اوضتك الحمراء دي كلها بيضه. بيضه اللي هو بتاع المطافي ده. بتاع المطافي ده. اللي هو الاحمر. فانت جيتي لي الاوضه خبطتي. قلت لك مين عمل كده؟ ازاي بقى؟ وقفتي عملتي لي مين اللي عمل كده؟ فقلت لها عمل ايه؟ عمل ايه؟ قالت لي مين اللي عمل كده؟ فانا مش فاهم ايه اللي عمل ايه؟ انت الاوضه. انت كنت عارف. انا كنت سامع صوت. انت احمد. بس انما ما اعرفش مين اللي عمل كده. يا سلام. والله. فقلت لك احمد السقا اللي عمل كده. قلت لك احمد السقا اللي عمل كده. كلامنا بنت. عملتي ايه بقى؟ الفضايح. عملتي ايه؟ احكي. عملتي ايه؟ مفيش. خليت احمد استنيت لغايه ما هو دخل على المسرح. رحت انا جايبه الثانيه بتاعه المطافي. ونزلت الاوضه وكان في ضيوف جوه قاعدين. كان في موجود منتصر بالله وكان في ضيوف. ده انا بقى ما اعرفوش. كان في هي الاوضه كانت كبيره وفي اوضه تانية صغيره احمد بينام فيها. بس الناس بقى كانت قاعده. بينام فيها لما بيجي بدري يعني. صحيح. وبعدين الناس كانوا جوه في الاوضه الصغيره.
اللي هي فيه ستار. بس انا بتكلم براحتي، انا حاسه ان انا قاعده، انت مش مذيع، انا حاسه ان انت شريف ان احنا قاعدين مع صح ولا غلط. ما ينفعش اصلا بجد والله ما بهرج. ايه بقى اللي حصل بقى؟ المهم يعني فروحت جايب البتاع ورحت رشه الاوضه كلها والناس قاعدين جوه. لقيتهم بقى طلعوا، انا طبعا جريت. منتصر بلاد طلع بقى عامل ازاي؟ ابيض ورموشهم بيضاء وشعرهم ابيض، وانا واقفه وهم عاملين يطفوا البتاع الابيض ده، عمليت اقول مين اللي عمل كده، وانا اقول ايه ده مين اللي عمل. فاحمد طبعا طلع لقى الموضوع ده، عارف ان انا طبعا احمد مجنون يعني. رحت انا جريت استخبيت في اوضه البنات بتوع اللي بيعملوا استعراض. فجم خايفه من احمد يعني. طبعا احمد ممكن يجيب البتاع يرشني انا كلي. يعني هو مجنون، انا اجني منه بس هو اجني يعني برضه. فجريت استخبيت، فقلت لهم ايه اول ما احمد يجي اعملوا نفسكم ان انتوا بتقلعوا عشان ما يدخلش ويقعد يدور. فقعد يدور في المسرح كله وانا مستخبيه ورا الباب. فخبط عليهم قال لهم ياسمين هنا؟ قالوا لي لا. هو كان عارف بقى ان انت اللي رشيتي اكيد طبعا، ما هو اللي عمل فيها كده. وبعدين بدور عليه مش لاقيه، وكل ده طبعا الناس بتمثل على المسرح وكده. بتحترق على المسرح. فانا خفت، فروحت لمين؟ لاستاذ نجيب. حسن نجيب. استاذ نجيب. ده النهارده يومها ارتله رسمي. المهم الاستاذ حسن نجيب رحت له المكتب بتاعه. قلت له الحقني. احمد هيجي روشين هيعمل حاجه مجنونه يعني. بس فجي احمد فقال له بص يا احمد انت غلطان، يعني ايه ترش لها من الاول؟ وانا استخبيت وراه. المهم الموضوع خلص يعني. خلص. طب فمع احمد حلمي بقى عملت ايه بقى من الحاجات اللي زي دي؟ اكيد ليكي فصول بقى، انا عارفك. لا هو احمد عشان هادي، بس احمد شوية. كمان هادي بس سهون. ايوه سهون. هو سهون. بس هادي يعني ايه. نقعد نهرج نتريق، لكن ما عملتوش فصول في بعض يعني. لا خالص. طيب انتوا بتحبوا المزيكا الغربي؟ بتحبوا تسمعوا مزيكا غربي؟ انا لا. كنت لا لا ما بتحبوش مزيكا الغربي؟ لا انا كنت بحبها وانا صغيره، بس يعني من ساعه ما جيت مصر بقيت خلاص معظم لا انا بحبها. انا بحبها جدا والله. طيب انا عامل فرقه صغننه كده. ما انا عارفه. وفي اغاني من الحاجات القديمه بتاعتنا اللي كنا بنسمعها زمان. في اغنيه لإلتون جون اسمها سوري سيمز تو بي ذا هاردست وورد، عملها بتوزيع جديد مع فرقه بلو. نروح للفصل ونرجع لكم مع إلتون جون. Seems to be
ورجعنا لكم تاني فرصة سعيدة بمنى زكي وياسمين عبد العزيز. الله يخليكي ويحفظك. والله احنا بجد سعداء. متشكر قوي. طب ارجع تاني لخالتي فرنسا والبطة. انا عايز اعرف كلميني عن دور بطة، يعني ايه الموضوع وهو نازل على الصيف في انهي وقت تقريبا كده؟ يعني انا معرفش، بس بيتهيألي ان هو في شهر 6، معرفش اليوم بالظبط. والمفروض ان هي بطة متربية مع خالتها فرنسا اللي هي مدام عبلة كامل. وما بعرفش قوي اشرح الشخصيه، بس يعني انا شايفه ان هي بطه من طبقه اجتماعيه معينه موجوده جدا كتير قوي قوي في مصر يعني. بس احنا مش حاسين بيهم، مش بنعمل لهم افلام كفايه، لان هي اللي هي الطبقه دي. لان دي واحده عايشه في طبقه ما كملتش تعليمها واتولدت لقيت نفسها بتشتغل شغلانه خالتها فرضها عليها، وكان نفسها جدا انها تطور نفسها وتبقى بني ادم احسن. والشغلانه اللي علمتها لها خالتها دي او عمتها، يعني خالتها اجادتها، بقت جيده فيها، بقت كويسه جدا فيها. بس هي حاسه ان هي رافضه ده، هي حاسه ان عندها ممكن تعمل حاجة مفيدة، ممكن تعمل حاجة صح. هي شايفة ان كده هي بتأذي الناس، وده اللي بيعمل خلاف بينها وبين خالتها في وقت من الأوقات، وبيخليها تسيب خالتها، لان هي عايزة تعيش حياة احسن وعايزة تبقى احسن وعايزة تربي اختها بعيد تماما عن المناخ اللي هي متربية فيه ده. بس الشخصية دي يا منى، من على حسب ما انا اتكلمت معاكي وتحضيرها وكده وقريت انا السيناريو برضو في وقت من الأوقات لما كنا مع بعض في المسرحية، الحوار صعب في انك تركب الشخصية دي. يعني طريقه الشرشوحه اللي هي وانت شخصيه بعيده تماما عن هذه النوعيه طبعا وكل حاجه، يعني الواحد بيبقى بعيد عن الشخصيات كتير، بس الشخصيه دي بالتحديد عرفتي توجديها ازاي؟ لان انا سامع، انا ما اعرفش ان انا اجدتها ولا لا، انا ما اتفرجتش. انت حاجه عبقريه جدا. لا انا شفت الاعلان، يعني التريلر والاعلان اللي نزلوا واضح انك عامله مختلف، بس انا مش عارفه بقى انا عاملاه كويس ولا لا. انا عمري ما بعرف احدد ان انا عامله حاجه كويس ولا لا، بس هي في الاخر من خلال رد فعل الناس العاديين اللي فعلا بيتفرجوا، هو ده الرد فعل اللي بجد تصدقه. طب لما قابلتي الدور ده بتبقي مختاره الدور وعامله حساباته، ولا بتخشي مغامره؟ لان ده مغامره الدور ده. لا انا ببقى اي دور انت داخله اي حاجه بتبقى مغامره، لان مفيش حاجه مضمونه وربنا وحده هو اللي بينجح الحاجه. طبعا الواحد بيجتهد وكل حاجه، بس ممكن تجتهد جدا في حاجه وربنا ما يبقاش رايد لها النجاح فما تنجحش. مظبوط. فمفيش حاجه يعني مضمونه. طب إيه اصعب مشهد قابلك في الفيلم ده؟ مش عارفه، بس هو مثلا انا بتالي مشاهد الشرشحه كانت بجد يعني انا عايزه اعملها صح قوي، وعايزه صوتي يبقى محشرج، لان هي المفروض من كتر ما هم بيستخدموا صوتهم، لانهم اكيد بيستخدموه غلط فبيحشرج، فبيبقى صوت
كأن حد زوره تعبه يعني. طب انا عارف ان انت عملتي الدور ده وانت كنت حامل. لا في الاواخر يعني كنت حامل في اواخر الحمل. لا ده انا يعني خلصته يعني انا ابتديته كنت لسه ما كانش في حمل خالص وبعدين حملت في نصه كان في البدايه فمش باين. وبعدين كان في يعني في نصه. عارفه ليه انا بقول كده؟ لان في مشهد انا شفته فيه خناقه جامده جدا وفيها عبله وبتزق. لا انا كنت حامل. ما انا بكلمك على كده. ده انا دي حاجه بتضحك ازاي تنطي وتقعدي تعملي كده؟ يعني انت بتعمل سوري يعني انت بتقولي انت لازم كنت تعملي الموضوع باحسن ما يمكن. هحكي لك حاجه تهلك من الضحك يا شريف بجد. هو المفروض المشهد ده ان احنا بننزل كل الستات اللي زينا اللي بيشتغلوا شغلانتنا الشراشيح بننزل اعمل ايه طب هم بيشتغلوا كده بننزل من اتوبيس والمفروض ان احنا رايحين مكان مظاهره الطلبه وبنضربهم من غير ما نفهمهم في ايه احنا بنضربهم وما انتوش عارفين ايه سبب الموضوع. لا احنا مدفوع لنا فلوس نروح نضرب الناس دي فبنروح نضربهم. بلطجيه يعني بالظبط زي كده البلطجيه. فكان استاذ علي مش قايل للبنات اللي هما الاكستراز اللي يعني اللي انت حامل. لا ان احنا هنضربهم اصلا اللي انتوا رايحين تعملوا معاهم موضوع اللي هم الطالبات والطلبه مش قايل لهم ان احنا هنضربهم. فدخلنا عليهم. وانت كنت ساعتها حامل؟ وانا حامل دخلنا عليهم وانا ابتديت اضرب البنت وبعدين حاسه انها عايزه بقى ترد عليا ما هم ما يعرفوش ان احنا هنضربهم في المشهد. ففجاه ابتديت اقول لها بصي انا بضربك وما تضربنيش عشان انا حامل انا بضربك وما تضربنيش عشان انا حامل كده يعني مش عارفه اعمل لها اي حاجه ما حدش قايل لها اوعي تضربيني انا حامل هتودي نفسك في 60 ناحيه لو ضربتيني كده. انا خايفه جدا انها تضربني لان ما حدش قايل لها ان احنا هنضربهم. ما بنضربهمش جامد بس طبعا رد فعلك انك مش عارف ممكن يبقى عنيف وخايفه على في بطني يعني. طيب عارفه دي شبه المجازفه اللي بيعملها ساعات احمد السقا في افلامه يعني ساعات يقوم ناطط مثلا فوق كوبري ينط مش عارف ايه وده بيبقى خطر جدا عليه. انت دلوقتي كنت في موقف اخطر من اللي فيه احمد السقا يعني فريد خبطتي خبطه كده ولا كده كان ايه الموقف؟ ربنا بقى بيستر خلاص هنعمل ايه؟ ربنا بيستر انا هعمل ايه؟ بدات الفيلم يعني هتعمل ايه؟ مش هتعرف تقف. طيب ياسمين عبد العزيز لما عملتي مجموعه افلام عملتي مع سعيد حامد سعيد مرزوق مين كمان؟ علي رجب محمد نجار اربع افلام مش كده؟ انا مش هقول لك انت ارتحتي مع اكتر حد فيهم مين؟ مين اكتر حد تعبك فيهم؟ اكتر حد تعب يعني يعني في رشة جريئة مثلا سعيد حامد حسيت انه متعب في شغله وبيخليك تعيد لا كتير. ممكن اقول لك علي رجب بس مش متعب اللي هو تعبني يعني ضايقني ولا تعبني لا هو ايه هو كان بيبقى معايا على طول يعني مثلا هنا مثلا اجي اردح مثلا يقول لي لا هما كانوا بيقفوا كده مثلا يحط ايديه مثلا يقول لي كانوا بيعملوا ايديهم ازاي ده فرشة جريئة لا ده في صعب بحر سوري فكان يعني كان بيبقى معايا على طول والعكس ده 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 مفيد ليا يعني بس انت ومنى عملتوا حاجه تقريبا مشتركه في شكل الكاركتر يعني منى كانت عامله شخصيه علي رجب هو برضو الاثنين علي رجب وكنت محجبه طول الفيلم ده ما عملكيش مشكله يعني انت كممثله دايما الممثله تحب تهتم بشعرها وبشكلها ومش عارف ايه لا يبقى دي مش ممثله يعني تحبي حبيتي الشخصيه لا اللي بتط على طول طالعه بشعرها والمكياج وان انت تبقي طالعه على طول 24 ساعه من فول ميك لا وحاطه روج والمسكره لا ده يعني ازاي يعني المفروض ان انت صاحيه من النوم انت طبيعي ان انت بتصحى من النوم بتبقى عامل ازاي فعص خالص كل الناس كده كله بيطلع كده انا شخصيا بصحى من النوم ببقى زي القمر لذيذ جدا مش عندي اي مشكله انت بتصحي من النوم عامله ازاي انفعص دي اصلا لا مفعص يعني اللي هو العادي اللي بيحصل لكل الناس انما انا لا انت مش مفعص انا بصحى قمر بيبي فانت لما عملتي الدور ده وقال كان بيعلمك يقول لك تقفي كده تزعقي كده تعملي كده وعموما الناس طبعا قالت ان انت اجدتي جدا في صايع بحر كنت شاطره جدا جدا حقيقه الحمد لله. طب يا منى الادوار اللي الواحد بيختارها بيجي له سيناريو بيبدا زي مثلا دور بطه بتحطي له تفاصيل طريقه لبس شكل اللبس في ايام السادات انت عندك شخصيه جاهزه اللي هي شخصيه السيده جيان السادات كان حلو لان انا هقول لك على تعليق من هي شخصيه لان انا كنت قاعد جنبها في العرض الخاص وقالت حاجه انت لما عملتي الدور ده بتاع السيده جيان السادات قدرت تجيبي تفاصيله منين؟ لا التفاصيل الخارجيه دي مدام جيهان قعدنا معاها وهي قالت لنا
انما انا كنت مركزه. استاذ احمد زكي ربنا يشفيه يا رب قال لي على حاجه مهمه قوي وصح قوي. قال لي حاولي تلقطي مش طريقه على قد ما هي روح. وانا فعلا كنت قاعده مركزه روح مدام جيهان عامله ازاي. فانا كنت حاسه ان هي عندها دمها خفيف جدا. بس عارف الناس اللي هي تهزر من غير ما تضحك، يعني اللي هي تبقى بتقول لك حاجه هزار جدا اللي تضحك اكتر. فتضحك اكتر بكتير جدا. اللي هي بتحب قوي وذكيه جدا ولماحه وكل حاجه، يعني بجد بجد ليدي يعني طبعًا. كما ينبغي فعلا يعني بالذكاء بحاجات كتير جدا. فانا حاولت اخد الروح دي اكتر من ان انا احاول اقلد. يعني لما قعدتي معاها واتكلمتي معاها كنت بتساليها على تفاصيل؟ انا يعني من الحاجات اللي استوقفتني هي ليه وهي كانت جميلة جدا وكانت أصغر بكتير من الرئيس الراحل أنور السادات، ليه حبته؟ وهي كانت أكثر بكتير جمالا منه واجتماعيا وحاجات كتير جدا يعني. فقعدت ردت عليا رد غاية في الرومانسية، قالت لي ده كان زي فارس أحلامي، أنا كنت بقرأ عنه وهما بيقبضوا عليه وهو بيهرب وهو، فده بطل بالنسبة لي. بس أنا لاحظت في الفيلم وبتفرج عليكي بجد كنت حاسه ان لازم السيده جيهان السادات لازم وهي صغيره كان شكلها كده. وهقول لك على التعليق اللي حصل منها. اكيد شكلها مش اكيد كانت احلى. لا بكلمك جد، هي كانت قاعده انا كان بيني وبينها حد وهي كانت قاعده لقيتها بتقول مش معقول مش معقول البنت بجد انا وانا صغيره قالت كده. انا كنت قاعد بيني وبينها حد في العرض الخاص، فانت اجدتي في الموضوع جدا وفعلا تفوقتي يعني على نفسك. استفدت ايه من احمد زكي؟ لا انا لو قعدت اتكلم من هنا لبعد بكره مش هعرف اديله حقه ولا هعرف اتكلم عليه على فكره. انا الناس ده اللي علمنا التمثيل ده يعني زي الاهرامات فعلا والنيل عندنا. انا من وجهه نظري ان استاذ احمد زكي زيه زي الاهرامات والنيل والحاجات الاساسيه في بلدنا، يعني هو اللي معلمنا كل حاجه. يعني ده ابويا ويعني وحبيبي من غير ما احمد يزعل، بس بجد هو عارف قد ايه انا بحب احمد زكي بموت فيه. يعني بيجي لي احاسيس ان ده ابويا وفي نفس الوقت حد ممكن احبه بجد وحاجات كتير جدا بجد يعني. ربنا يشفيه يعني. ياسمين اشتغلتي مع الاستاذ احمد زكي قبل كده؟ لا نفسي نفسي بجد اشتغل معاه، نفسي بجد. حضرتي شغل وهو بيشتغل؟ لا خالص خالص. انا بمناسبه اللعب على روح الشخصيه كان هو قال لي مره انا لما لعبت عبد الناصر ما كنتش اقدر اجيب الجسم ده ولا الطول ده، لعبت على روح الشخصيه ففعلا حسسني ان هو عبد الناصر حقيقي. طبعا هو ممثل قوي جدا. لا طبعا لو انت مش مركز او مش عارف تمسك شخصيتك منين صدقني وانس انك هتقف قدامه هو هيقولك كل حاجه. مش هيقولك بطريقته، هتحسي انك انت كمان عماله يعني انت خلاص فهمتي شخصيتك انت كمان يعني. لا فظيع ما شاء الله يا رب، يعني نفسي هموت واشوفه يعني. طيب احنا دلوقتي عندنا فقره الكاريوكي عشان نسمع الاصوات الحلوه الجميله بتاعتكم المغرده. فهنبتدي بياسمين على ما انت شايفه. انت صوتك بقى هتتريق علينا. انا عندي برد خالص خالص ابدا. انا عندي برد بس هتغني. عارفة الغامضة. خدي يا ياسمين. عندي برد مش هقدر اغني. لا هتقدري. طب لازم ابقى واقفة صح؟ اوقفي علشان اوقفي هنا كده ورا شوية كده. هنا كده؟ يلا نبتدي. ايوه ايوه سخني. عاملة ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت؟ وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت؟ قولولي لو في صالحها اروح لها وصالحها، قولولي لو في صالحها اروح لها وصالحها.
ظالمها وقلبي جارحها، اجلها ولا مش الوقت؟ وهي عاملة ايه دلوقت؟ ومن هون عليها الوقت؟ بالعادي ايه ده خلصت؟ يا سلام والجمال ده. اوكي اتفضلي. الفنانة منى زكي. انا فاشلة يعني مش عايزة اقول لك. اتفضلي نشوف بقى انت عاملة ايه دلوقت. مرقة شنجي دبح كبشور، يا محلى مرقة لحم كبشور. مرقة شنجي دبح كبشور، يا محلى مرقة لحم كبشور. عكشو فركش نكشو طنش قلشو اقلش سبع سلاطين استطلطناهم من عند المست السلطني. تقدر يا مسلطن يا مست لنا سبع سلاطين زي ما استلطنا. تاني فرصه سعيده بمنى زكي وياسمين عبد العزيز، وانا اسعد بكتير قوي شريف. طبعا انا حاسه ان انت مش طايقني على فكره. مش وبعدين فعلا. ليه متنشن؟ انت مش كده اصلا متنشن منكو. متنشن منكو. لا عادي، انتوا عندنا ناس معزومين على العشاء ولازم نجري ولازم نروح. ايوه بس لو وجودنا هيضايقك احنا ممكن نمشي. مضطر. يلا يا منى يلا فرصه سعيده. يلا بالسلامه. مع السلامه. يلا يا بنتي. لا اقعدي يا بنتي فلوس ناس. يا منى. ايوه يا شريف. فيلم من نظرة عين. ايوه. الفيلم ده اتقال عليه حاجات كتير، اتقال عليه ان هو ما خدش حقه او ما حققش ايرادات الكافيه، وانت رايك ايه في الفيلم ده؟ اولا انت ايام ما كنا في المسرح وبتصوري كنت بتقولي ان انت عامله حاجه لذيذه جدا. انا كنت حابه الحدوته جدا، ولغايه دلوقتي انا شايفه ان ده فيلم. انا مش شايفه زي ما ناس قالت لي انت خسرتي وليه عملتي ومش عارفه ايه، بالعكس انا شايفه انها تجربه تستاهل قوي اللي انا عملته. وكنت بتعامل مع مخرج متميز قوي اسمه ايهاب لمعي. هو يعني انا مش عارفه اقول ايه ممكن يبقى الديفو، لان ما حدش قال لي صراحه من وجهه نظر الناس، بس اعتقد ان ممكن يبقى كديكور او كده ما كانش حلو يعني. طيب انا هقول لك وجهه نظري في حاجه. الممثل لما بيجي له دور بيبدا يشوف تفاصيله، بيشوف هيتحرك ازاي، هيلبس ازاي، هيتصرف ازاي. الفيلم ده بالتحديد لما كنت بتعمليه برضو كان الحمل فيه مشكله. كنت بتصوري انك واحده متجوزه وعروسه، بس كانت عندك مشكله الحمل. هو انا الحقيقه ان انا كنت عايزه، بس عايزه اكمل لك حاجه. طيب. الكادرات في الفيلم كلها كانت في الدقيقات، وكانت دايما لا ده مش بسببي، مش بسبب حملي خالص. اللي انا عايزه اقوله ان اصلا انا كنت عايزه اجل التصوير لغايه بعد ما اولد، لاني كنت يعني خلاص كنت في السادس، ففاضل لي مثلا 4 شهور وخلاص، ما هياش فتره طويله قوي يعني انهم يقعدوا يحضروا فيها. وخصوصا ان وقت التحضير ما كانش وقت طويل على فكره، يعني انا خدت الورق ودخلنا على طول، ما كانش في وقت انهم يحضروا الفيلم كتير. لكن المنتجه مدام ناهد فريد شوقي كانت مصممه ان انا ادخل في وقتها. وكانت مصممه تصميم جامد يعني. وانت كنت موافقه ان انت تخشي في الوقت ده؟ لا انا ما كنتش مبسوطه، ما كنتش محبذه ده. يعني انت شايفه لو انت كنت عملت الفيلم ده في ظروف طبيعيه ليكي، بس ده مش سبب، مش عشان انا حامل، كان ده سبب الكادرات الضيقه قوي. دي كانت وجهه نظر المخرج. اللي هو ايهاب لمعي. كان في حاجات معينه هو شايفها لما تبقى بكلوز اب في الوقت ده هتبين حاجات مختلفه. هتبقى ليها معاني مختلفه. وهو ليه حق في حاجات معينه طبعا عملها، يعني انا ما اقدرش اتدخل في الاخراج لاني ما بفهمش قوي في الاخراج يعني، بس انا شايفاه مخرج هايل يعني. هو انا هقولك برضو، قيل انه منى ركزت في الفيلم ده انها تعمله علشان يبقى اسمها مكتوب اول واحده وتبقى هي دايما الاولى، وده شيء اهمها جدا. انا بقولك ده كلام كان تردد. الكلام ده حقيقي؟
انا عمري ما ركزت في ده، فمش عارفه فجاه اركز فيه وانا حامل. يعني احساس غريب جدا ان ابقى حامل وعندي مسؤوليه داخله عليها واركز في القصه دي. لا خالص، ده ما كانش في دماغك؟ لا خالص، يعني بدليل ان انا دلوقتي بشتغل فيلم مع مصطفى شعبان ومنى شلبي ورامز جلال وطلعت زين ومدام سناء سناء يونس. وما اتكلمتش اخراج عثمان ابو لبن وتاليف احمد البيه وانتاج استاذ محمد الزغبي، وما اتكلمناش في الموضوع ده خالص، وعمري ما بتكلم في القصص دي خالص خالص. ياسمين، لما اشتغلنا في المسرح انا وانتي ومنى مع بعض، انا لاحظت ان منى اكتر حد قريب منك، وهي لما كنت بروح لها اوضتها واقعد معاها ساعات نظبط حاجات في الشغل كانت بتقول لي فيكي دايما شعر، وبتقول عليكي لذيذه وحبوبه وكده. وحشتني قوي لما مشيت وحيات ربنا وقعدت تعيط. بس قالوا في الوقت، في وقت واحنا شغالين مع بعض، ان في خلافات قويه جدا بين منى زكي وياسمين عبد العزيز. الكلام ده حصل فعلا؟ كانت خلافات؟ خلينا خناقه صغيره في الاول. صغيره يا مفتريه. أيوة. والله كانت صغيره، كانت كبيره بجد بسالك والله. مفيش اتخانقنا جامد جدا، وبعد كده بقينا اصحاب خالص. اتخانقتوا جامد جدا وانا ايه؟ ما كنتش مسرحيه دي ولا ايه؟ يعني عشان تشوفي انك اوفر. اوفر لا جدا. لا 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 عادي يعني. كنا اتخانقتوا ليه؟ مفيش، شدنا مع بعض يعني زي اي حد بيشد. انا كنت انا ومنى ده سبب بقى يعني، المفروض ان احنا لا انا ممكن اقول تاني. انا ممكن اقول السبب. اقولي. واحده وقعت بينا. بس واحده بقى وقعت بينكم من جوه المسرح؟ لا والله. واتخانقنا جامد. ما انت عارف. انت عارف. لا ما اعرفش والله، ما اعرف والله. انا كنت في المسرح، ما اعرفش. انا عارف ان كان في شويه عكره كده حصل. ايوه هي حصل عكره، هي اوفر بتافور يعني. بهرج في ايه في ايه. واتصالحتوا ازاي؟ مين اللي صالح التاني؟ احنا الاثنين. بعد ما مشيت هي اللي هي كانت معانا دي. هي مين اللي هي لا حد مش في الوسط على فكره، حد من العاملين. يعني وقعد بينا وبعد كده اتخانقنا، وبعد لما مشيت احنا بقينا كويسين. انت عارفه منى لما كانت بتاخد مواقف او تزعل ليها طريقه، انا هقول لك طريقتها. بتخش اوضتها وتقفل على نفسها وما لهاش دعوه بحد خالص. يعني اخش لها اقول لها يا منى انت في مشكله بينك وبين حد عايزين نحلها وبتاع، تقول لي ابدا ما فيش حاجه خالص انا ما. وانتي برضه اخش لك ايه ياسمين ايه الاخبار، بخش لك على الاوضه تقول ايه انا كويس الحمد لله، طب انا سامع ان في عكر. ابدا. فانا كنت حيران بينهم هما الاثنين، وصلحوا اللي بينهم هما الاثنين من غير ما احنا نعرف، وكانوا حبايب. ويوم ما ياسمين مشت من المسرح بسبب ان هي بقى هتتجوز وتعمل حياتها وكده، انا كنت قاعد منى مناحه عياط شغاله في الاوضه، ومفتقده ياسمين جدا جدا. طبعا افتقدتيها قوي. طبعا. وكنت ببسط موت لما بتيجي تزورنا في المسرح، ببقى حاسه ان يعني عارف زي ما تكون اختك كده مسافره وبتاع وجايه تزورك. والله بجد كنت بحس كأن اختي كانت مسافره وجايه تزورني. طب انتوا مش عايزين تشتغلوا مع بعض حاجه؟ انتوا لو عملتوا حاجه، انا بتهيألي لو عملتوا حاجه سوا كوميدي اكشن كوميدي هتبقوا جامدين جدا، لان انتوا الاثنين اشقياء واخدين على بعض قوي يعني. اكشن كوميدي. اكشن كوميدي. ما سمعتيش الاسم ده قبل كده؟ اكشن كوميدي. ولا اكشن حاجة. لا اصل احنا عندنا في الافلام لا اكشن اكشن لا كوميدي كوميدي، لكن ما عندنا الكلام ده مثلا في طبعا في السينما العالميه. أيوة يعني بس نادرا. لا بس ممكن يبقى. لا ما حصلش في فيلم اكشن كوميدي. طبعا عندنا إيه عندنا بقى. من ايام الابيض واسود وايام حسن. ايوه ابيض واسود. لكن دلوقتي في حسني دلوقتي في. لا انا بقول انت طيب. يعني لما كوميدي كوميدي لما اكشن اكشن لما كوميدي كوميدي لما اكشن اكشن. طيب احنا عندنا فقره دلوقتي اسمها تيجي نبدل. تيجي نبدل دي كل واحد هياخد شخصيه الثاني ويسال الثاني اسئله. اوكي. يعني منى هتسالك على انها على ان هي ياسمين، وانت هتساليها على ان انت منى. اتفضلوا ابتدوا الاسئله مع بعض نشوف هتعملوا ايه. اسال انا الاول. اسالي انت الاول بقى. منى تبتدي. انا انت تبتدي تسالي منى زكي. انت دلوقتي يا منى هتبقي ياسمين عبد العزيز. انا ياسمين عبد العزيز. وانا منى. انا طبعا مش هعلق بينكم بحاجه خالص. ليه كده؟ لا انت مش حبيبنا شفت. انا مش عارفه انت في ايه مالك. مش طايقكم. انا قلت لك نمشي. احنا اتهنا. معلش استحملوني. ماشي. منى. ايوه. يا بنتي استني انا عايز هسالك سؤال بس استني. طب ما انا بقلدك دلوقتي. طيب انا عايزاكي تحكي لي النهارده مثلا عملتي ايه في يومك. عملت ايه في يومي؟
أنا منى. وبعدين؟ أنا منى. ها؟ ها؟ ها وبعدين؟ أنت بتقلديني يا؟ احكي لي عملتي في يومك. أنت بتقلديني صح؟ يا ياسمين هنقعد نحكي مين منى ومين ياسمين؟ أنت منى وهي ياسمين. احكي لي إيه قصة؟ أنت يا بنتي بتكلميني كده ليه؟ ها وبعدين؟ احكي لي عملتي إيه النهاردة في يومك؟ أنا بخنف كده. أنا نفسي بس ياسمين طول الوقت لما اجي احكي لها يعني اي حكايه حصلت في الحياه. لا ما تقوليش اعملي زيها. فتقولي ايه؟ سيبيني اتكلم سيبيني اتكلم مش عارفه اتكلم يا جماعه يا جماعه عايزه اتكلم. انا بعمل استنى بس اي قصه احكيها لها في حياتي واخلص يعني كل قصه ليها قفله ليها نهايه. هي دايما في النهايه تقولي ها وبعدين. طب دي نهاية القصة اجيبها وبعدين فين يعني اجيب منين ولا دي نهاية القصة مفيش بعد كده. طب احكيها لي تاني. ليه انت ايه ده؟ والله العظيم بتعمل كده. ينفع كده والله؟ طب بتعملي كده ولا لا؟ ها وبعدين. بالظبط. طب انا هسألها اسئلة. يلا. طب ياسمين لما تبقي قاعدة منى لما تبقي قاعدة في وسط الناس وبيبقوا بيرجوا كتير وعمالين يهزروا وكده يعني بتقولي ايه؟ تقعدي تبقي عامله ازاي يعني تقولي ايه؟ يا جماعه انا عايزه اتكلم. انتوا ليه بتتكلموا؟ انا عايزه اتكلم يا جماعه. انتوا ليه بتعملوا معايا كده؟ ليه بتعملوا؟ انا عايزه اتكلم. انتوا ليه مش شايفيني؟ بقول مش شايفيني على اسمي قصيره ماشي. طيب منى. بيقولوا عليكي بقيتي شايفه نفسك وحاسه بنفسك يعني زياده عن اللزوم. ليه؟ انا شايفه نفسي؟ لا خالص خالص العكس. انا انسانه متواضعه خالص. متواضعه متواضعه وبحب الناس يعني واصحابي هم انا مش عارفه هما ليه بيعملوا كده. غدارين بقى. ادي يد معيتين. انت بتعملي كده ليه؟ لا مفيش. انت ممكن تبتدي تساليني. انا خلصت اسئلتي. ايه؟ خلصت اسئلتي. طب ياسمين انا عايزه اقول لك حاجه. وريني كده وانت بتلعبي مع بنتك ياسمين بتعملي ايه؟ امبارح كنت عندها في البيت وبنتها قاعده في وسطنا كده فانا بلعبها بوشي وبتاعي ما بتضحكش خالص. فقالت لي انت ايه اللعب بنت... اللي انت بتلعبيه لها ده؟ انا بنتي انا بلعبها كده. وطبعا والبنت بتضحك. الطفله بتضحك بعد كده مش قادره تصدق يعني هي معوده بنتها تضحك في الحاجات دي معرفش ازاي. ياسمين ده حقيقي الكلام ده؟ بتعيط. انا عارف. انا لما بتيجي تهزر معايا كانت مزرعه هتقولي طب عندها سؤال تاني. لازم تسال. قولي لي يا ياسمين. قولي لو حد عكسك في الشارع هتعملي ايه؟ بصي انا مره الموقف ده حصل لي بجد يا جماعه مش بهزر خالص على فكره. حب بنتي على فكره اوفر. مش بهزر. حب بنتي انا مش بهزر. انت بتعملي كده ليه؟ انت استني احكي لك بس بجد. انا كنت في الشارع. انا عايزه اتكلم حرام عليكي. عايزه اتكلم. كنت في الشارع. انتوا ليه بتعملوا معايا كده؟ انتوا ليه طول الوقت بتتكلمي كده؟ مش عايزه حد خالص يتكلم معاكي. ايوه ياسمين ما بتديش حد فرصه يتكلم. انت ليه بتعملي كده؟ ممكن احكي لهم القصه بليز؟ جاوب يا منى. يا ياسمين يعني. ما انا مره حصل لي فعلا. ليه كرهنا؟ لا خالص يا منى مفيش حاجه. انا بس عايز ياسمين تحكي الحكايه اللي حصلت لها بجد. كان في عربيه انا كنت بحبها. طب احلفي. حب بنتي يا ابني. لا ما تحكيش. ايه؟ حب بنتي. انا كنت في العربيه. ما تحكيش. كان في ناس هيحاولوا يعكسوني. ما تحكيش القصه. وبعدين فضلت وراهم بقى بالعربيه. خلاص؟ وقفنا بقى كده عند ناس. جريوا بقى هم جوه المدرسه اللي اسمها ايه المدرسه اللي مش مهم المدرسه. فقاموا ايه السكيورتي البواب ده واقف. انت كدابه. حاطط ايديه كده. وحاطط ايديه كده. انت كدابه. وابو العيال فاطين. قلت لهم امسكهم امسكهم. فامسكهم. يا رب. ودي النيره.
فامسكهم بقى. قمت انا ماسكاه بقى اول مره. لا استني ما تجيش دعوه بيها ما تجيش دعوه بيها كملي. انت ليه كارهني؟ احمد احمد انا هقول لاحمد بس قولي لاحمد احمد هيجي هنا قريب. انا مش قادر اقوم احكي بقيه القصه بس هم اتضربوا يعني. من مين؟ اتضربوا من مين؟ من بوليس. ياسمين بلغت بجد نادت واحد عسكري وبلغت عليه يعني ضرب. ايه ده؟ ضرب العيال. طب وانت ايه مش هما كانوا يستاهلوا كده؟ طبعا. دي عملوا ايه بقى ياسمين بالظبط؟ كانوا بيعكسوها يعني. بس ده كان زمان يعني وانا صغيره. ده وهي صغيره. كنت دلوقتي كبرتي؟ لا انا لسه صغيره. ايه الفضايح دي؟ طب انا دلوقتي عندنا فقره صلصه. راس الصلصه. انا بحب الصلصه قوي. هيرقصها معانا مياده وهشام. والنهارده الجديد في الموضوع ان احنا هنعمل رقص الصلصه على اغنيه عربي لنجمه وفنانه محبوبه جدا لينا كلنا. مش هقول لكم هي مين، انتوا هتسمعوا وهتشوفوا مع هشام ومياده. رجعنا تاني لمنى زكي وياسمين عبد العزيز، وفرصه سعيده جدا جدا بوجودكم. احنا الاسعد والله. انت طول الوقت احنا الاسعد احنا الاسعد. انت يعني زهقتيني من حياتي. عايز اسالكوا سؤال، ايه رايكم في الفيديو كليب اليومين دول؟ اتفضلي انت يعني. اي حد يقول يعني. انا اقول لكم رايي؟ ولا اسمع رايكم الاول؟ لا نسمعك انت. انت ازاي يعني بتقول لنا عشان احنا نتكلم؟ لا ما ينفعش تتكلموا قبل حضرتي. طب اتفضل طبعا. بس انا سامح لكم تتكلموا قبل حضرتي. لا لا والله بجد. والله ابدا ما ينفعش. طب كلميني بشخصيه. لا 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 ايه ده؟ رجعت المسرحيه. لا رجعت المسرحيه. لا اصلا نسيت على فكره. معقول؟ والله نسيت يعني فاكره حاجات بسيطه. مش زي ايه مثلا؟ طب انا هسالك على الفيديو كليب وانت تردي عليا من خلال الشخصيه اللي لعبتيها في كده. اوكي. ما اقدرش اعمل كده على فكره. بليز يعني والله. لا سمحتي. انت ليه بتحرجها؟ مالكيش دعوه انت. يلا يا منى ما تحرجش صاحبتي. ايه رايك؟ ايه رايك يا منى في الفيديو كليب اليومين دول؟ وانيش دراني يعني مش عاجبك؟ وانيش دراني يعني ما بتفرجيش على الفيديو كليب؟ لا لا. ايه ايه بايه؟ طب ليه بتداري كده؟ على فكره انا وجهه نظري من ناحيه الفيديو كليب انه روبي كان فيه هجوم عليها جامد قوي في الاول. طب اشمعنى روبي؟ ما انا لسه هكمل. صحيح اشمعنى روبي؟ يعني انا شايفه ناس كتير بتعمل. ما انا هكمل لسه بقول لكم. روبي حصل عليها هجوم جامد قوي وانا كنت في حاجات ليا تحفظات بالنسبه للكليب بتاعها، بس الحقيقه من بعد روبي انا شفت حاجات ما ينفعش بقى، خلاص ما ينفعش يعني الناس بدات تنسى الغنى والموضوع بقاش له دعوه بالغنى خالص، والحكايه بقى ايه زادت قوي وبقت بايخه قوي وبقى اي حد معدي كده يغني بس انا عايزه اقول حاجه يعني. قولي. اللي انا عايزه اقوله ان اللي مش عاجبه حاجه في ايده جدا ان هو يكتب. لا بس برضه معلش. لا معلش معلش معلش. لا انا عايزه اقول حاجه كمان. ما ينفعش يا ماما الحاجات دي بتعجب ناس. ما هو يا ماما بتعجب ناس بس ما ينفعش انت طول الوقت عماله بتتفرجي شايفه حاجه مضايقاكي ما انت بتيجي تغيري القناه بتلاقي في قناه ثانيه. لا ما ثانيه بتيجي تغيري القناه. لا انا مع حريه نسمع بس وجهه النظر بعد اذنك. انا مش مع ياسمين. انا شخصيا ما بحب في حاجات بتستفزني جدا ما بحبش اتفرج عليها. طب وليه اصلا تيجي؟ بس انا عندي حريه الاختيار ان انا اقوم قلبه مش لازم اصلا اجيب قناه في مزيكا. ما هي ستي هتتفرجي على ايه اذا كان كل القنوات كده؟ لا في قنوات طبعا ما فيهاش مزيكا. في قناه إيه هتتفرجي على افلام فريندز بس انا عايزه اتفرجي على اغنيه مثلا تعملي ايه؟ ما هو في بقى كذا اغنيه مختلفه. ما هو كذا اغنيه افرضي الاغنيه اللي انت عايزاها دي دلوقتي شغاله. يعني دلوقتي انا عايز اسال سؤال، يعني انغام لما غنت سيدي وصالك دي حاجه وحشه؟ لا تحفه طبعا. يعني دي حاجه وحشه؟ لا تحفه. طب امال ايه اللي بيحصل ده بقى؟ يعني انا بشوف ناس ما هو زي ما احنا عندنا كده. انا عايز اسلسل. هو الغنى دلوقتي بالعري يعني؟ هو الواحد لما كل ما يعري كل ما الواحد دلوقتي بيبقى قاعد مبسوط يعني يشتهر. ما هو ده مش حاجه حلوه. ان احنا مثلا نشوف حاجه يعني يا جماعه احنا في حاجات إيه يعني زي ما احنا عندنا دوت برضو الغرب عندهم ده. ايوه عندهم بس ما بيعملهاش بطريقه ثانيه واحده يعني. لا عندهم حاجات حتى الجمهور الغربي بيبقى قاعد وشايف ان دي حاجات تو ماتش.
بس احنا مش غربي يا منى برضو يعني عارفه خلاص شاجي ده ان الغرب ناس كتير جدا بتشوفه فالجر جدا وان اللي بيعمله ده شيء مستحيل وما بيقدروش يتفرجوا عليه وان ده ابتذال وحاجات كده اوكي امينيم لما بيقول كلام خارج وكده بيقول كلام خارج وكل حاجه في ناس طبعا وهم غرب وبرده جمهوره وحاجات كده بيشوفوا ان ده خارج وبيقلبوا القناه وبيتفرجوا على حاجات تانية يعني هم عندهم كل التنوع في كل الحاجات وجمهوره هيختار هو عايز يتفرج على ايه الغرب... احنا مش هنقدر نحبس حد انا كمان بصي احنا كمان ما بنتكلمش على موضوع العري بس احنا بنتكلم على في اصوات مش حلوه يعني ما ينفعش يعني انت اصوات ما ينفعش اساسا تخش يعني واحد جاي بيروح مظبط شويه حاجات ويغني ما ينفعش طب ها وبعدين ما هو انت برضو بتسمع حاجات بتضايقك ما هو ده عمره ما هيغني لايف الكويس هو اللي هيستمر هو اللي هيستمر مش برضو احنا بقى مش هنقعد نتفرج على كل ده لغايه ما يعني يا جماعه المشكله مش ان اللي كويس هيستمر ما هو كل يوم بيطلع حد ايوه ما هو ده اللي بقوله لا مش كل يوم كل خمس دقائق بيطلع حد كل خمس دقائق أيوة بيطلع انت حد انت لو ما فتحتش التلفزيون لمده ساعتين هتلاقي حد جديد طالع هلاقي خمسه سته جداد ايوه طبعا وبعدين بقت الحكايه فعلا يعني طريقه اللبس وطريقه عرض الاغنيه انت عارف ان انا كده هعمل كمان شريط واطلع اغني دي تبقى كارثه لا ده حقيقي والله تبقى كارثه كارثه ليه كده ليه لانك انت ممثله لا ما ينفعش انا هغني لا بتكلمي جد هتغني طبعا بتعرفي يعني الكاريوكا اللي انت غنيتيه ده لا ده كده عندي برد عندي برد عشانك برد لا بكلمك جد انتوا الفيديو كليب اللي شغال دلوقتي انتوا موافقين عليه انت موافقه عليه لا انا مش موافقه بس انا شايفه ان دي حريه واللي مش عاجبه حاجه يقلبها مش هنقعد بقى كل شويه انا ما بقولش ان كل واحد نتكلم عليه هو مش كل واحد هو في لازم يكون في حد يقول ايه ده ما يغنيش لا ده ما يصورش مفيش حد هيقول كده يا شيخ مين اللي هيقول كده ما هو اصل اللي بيحصل يا جماعه ان يبقى في منتج معاه فلوس طيب. عايز يعمل شريط هتقول له لا ما تنتجش يعبي شريط فيديو يا شريف ده في ناس اصلا ما بتعملش بمنتجين دي في ناس بيبقى معاها فلوس بتعمل الكلام ده من غير منتجين طب بفلوسهم يعني مين اللي هيمنعهم ازاي الجهه الاعلاميه توافق ان ده يدخل لان دي قنوات عاديه خاصه ما هي مش قنوات مش عارف انا مش مبسوط يعني من الحكايه دي وشايف ان في ناس مغنيين جمال جدا بدا يروحوا في الرجلين لا ما بيروحوش في الرجلين لا في لانه دلوقتي بقى اغلب الحاجات اللي بتعرض في التلفزيون قصادنا فين محمد فؤاد اللي ما بيغنوش فين دول فعلا محمد فؤاد يعني محمد فؤاد وعلي الحجار ومدحت صالح ما بيروحوش ازاي بدليل ان احنا فاكرينهم دلوقتي ولو سمعنا اي اغنيه حتى بقى لها 5 6 سنين ما احنا عايزينهم دلوقتي تواجدهم جوه الشاشه بقاش موجودين ما هم مش عايزين يعملوا اي حاجه ما هم يعني هم كمان عايزين يعملوا لنا حاجه صح عايزين ينزلوا لنا بحاجه كويسه ما لا في منهم ناس ممتنعين من اللي بيحصل ده في ناس ممتنعين لا احنا دماغنا باظت صح ايه تكون دماغنا باظت طبعا تكون دماغ والنشأ اللي طالع الشباب العيال الصغيرين طالعين بنتي بقى انا تقعد تتفرج على بنتك بتعمل ايه يا لهوي بتموت في الاغاني يعني تنقي لك مثلا اما نعيمة طيب اما نعيمة دي من الفولكلور واخده بالك مثلا تحب اغنيه روميو روميو يا عصام كاريك عصام كاريك دي انا بحبها انا كمان خفافه واللطافه وفي سندريلا وعفو انت بتكلمني ما اعرفش يعني بتحب الاغاني يعني دي يعني انا شايف انه لازم يبقى في شويه كنترول على الموضوع ده بص عليها كمان انت عملت كم مسرحيه في حياتك عملت 2 معاك ايه هما رودا كاردي وكده اوكي كويس جدا وانت كنت معايا وانا كنت معاكي انبسطتي لا خالص ها؟ لا لا بتحبي اكتر مسرحيه فيهم انهي كده اوكي ولا رد قردي لا دي حاجه ودي حاجه ما انا طبعا لازم تبقى مش معقول نعمل حاجتين شبه بعض يعني لازم يبقى يعني ما انا عارف ان دي حاجه ودي حاجه بس ايه اللي ريحك هنا ايه اللي عجبك هنا ما عجبكيش هنا طبعا يعني كان رد قردي كان اول مسرحيه وكنت لسه هايبه الموضوع وخايفه وكنت بتعلم وكنت بتعلم منك ومن اشرف ومحمد سعد واستفدت من التجربه دي ولما جت المسرحيه بعد كده ما كنتش خايفه زي اول مره يعني ما كنتيش خايفه زي اول مره بس استفدتي في اول مره استفدت وتاني مره ايه اكتر حاجه عجبتك في وانا برضو عايزه اقول لان اشرف قال قبل كده في الحلقه اللي قبل كده ان فعلا شريف غول المسرح يعني شريف فعلا بيقف على المسرح ممتاز وبتفرش برضو للناس لو في افيه وبتعرف ازاي تتعامل قدامك طبعا. على المسرح حتى لو انا مرتبكه لو حتى انا مثلا نسيت يروح قافل المايك ويقول لك انت ناسيه مثلا يروح قايل لك الكلمه كذا فانا افتكر والناس ما تاخدش بالها كده يعني شكرا يا اسمي والله آه
يعني الناس هتفتكر ان انا قايل لاشرف يقول كده وان انت تقولي كده وبتاع. لا انا اتفرجت على الحلقه قبل كده مش راضيه تقولي ايه؟ مش راضيه اقول حاجه عشان كده. طب ما تقولي هتقولي. لا لا والله اصل ياسمين قالت يعني ما عنديش حاجه ازودها اكتر من كده لان انت بجد انت بتفهم مسرح بشكل فظيع وبتعرف تشتغل وتشغل اللي قدامك مسرح كويس. وكمذيع ايه رايك فاشل؟ لا 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 ما ينفعش, ما ينفعش صح؟ بس يعني انا خلص البرنامج ده. بس هو البرنامج ده حلو في حاجه ان انت قاعد كاننا مش قاعدين مثلا بتتكلم مذيع ومذيعه وها وايه اللي حصل ومش عارف. لا انت بتجيب في حاجات ممكن تكون لو مذيع ومذيع ما يعرفوهاش انت تبقى عارفها فالناس بتشوف حاجه جديده. طيب مين فيكو صوت لمحمد عطيه؟ مش شرشح صوت. انت انا في الاخر وانا في الاخر ما كنتش بتفرج اصلا وكان من بس دافع ابتديت اتفرج يعني لما لقيت الناس كلها مهتمه بالموضوع وفعلا لقيت الموضوع لذيذ قوي وزعلت ان انا ما اتفرجتش عليه من الاول. ومنى لا انا كنت تابعته في الاول وبعدين اختفيت في النص وبعدين اتفرجت على اخر حلقه وتابعتي وعملتي تصويت. والتصويت ده كان من بدافع ال 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 الناحيه الفنيه ولا الناحيه القوميه والتحمس والكده؟ هو انا شايفه ان عطيه محمد يعني اولا عنده حس عنده حس كوميدي بجد لذيذ جدا. انا شايفه ان هو اقوى في ال في ال في التمثيل من الغنى. يعني انا دي وجهه نظري, حسه في التمثيل اعلى. وبشار كمان صوته حلو قوي. ما انا كنت عايز اقول لكم ان انا يعني ايه يعني بشار وعطيه كانوا اصحاب جدا, كانوا مكملين. انا رايي انهم كانوا مكملين يعني لبعض. انا شايف ان بشار شايف انا شايف الاثنين المفروض كانوا يكسبوا, كان لازم يكسبوا لان بشار يعني كان كويس يعني جدا. بس هي الحكايه ممكن بس اقول حاجه. اتفضلي. ان انا سايبه لك المايك اتكلمي. انت كل ما تقعد معايا تقعد تقولي انت بتتكلمي. لا بتتكلمي سايبه عمال تتكلمي في الحياه, ما بتدينيش فرصه اتكلم خالص. انا مستغربه. انت مش حابه تتكلمي, انا قاعده ساكته. ما انا مستغربه مديني فرصه اتكلم. اتفضلي حضرتك. لا انا شايفه ان الحكايه يعني انا في الاخر حسمت الحكايه اني اصوت لابن بلدي لسبب ان انا بصراحه شديده شفت ان الحكايه ابتدت تدخل في اهانات. ازاي؟ كان ابتدى يحصل اهانات في المسجز اللي بتتبعت اللي بتنزل تحت في الكادر من تحت للمصريين. طب ليش عرفت ان ممكن يكون حد في النص عمال بيشعل الموضوع؟ اوكي ما انا من وجهه نظري حتى لو كان ده فانا لازم اعمل كده عشان ده ابن بلدي وانا كمان وعشان عملت هو موهوب كده. وعشان هو في كليتي كمان على فكره. والله اعلام كويس جدا. هو يعني ايه اللي حكايه الاهانات اللي كانت بتيجي على المسجز دي اللي على التلفزيون دي اقدر اقول لك انها حالات فرديه وناس فعلا بتشعل زي ما بتقول ياسمين. انما احنا ومحمد عطيه شخصيا كان حابب بشار جدا فما كانش انا كنت حابب بشار بس هي الحكايه انك في الاخر بتشوف طبعا مين اللي ازيد سنه شيء طبيعي يعني. بس احنا الاثنين حبايب وشعب مصر وشعب الكويت وكلنا اصحاب وانا بحب بشار جدا وعايز اقول لمحمد عطيه يعني مبروك طبعا. بس انا عايز اقول لك انت لازم تركز في التمثيل اكتر من الغنى لان دمك خفيف فعلا. وانا شايف انه في الغنى يعني هتبقى لذيذ لو انت ممثل بتغني انما لو انت مغني وهتمثل هتفرق الحكايه شويه. بس مبروك ليهم جدا طبعا. وانت صحيح منى مرشحه للعب شخصيه هدى شعراوي في مسلسل وهيبقى اوكي ولا لسه؟ لا انا لسه بقرا ما اعرفش. والله انت لسه بقرا؟ بديل انما انت يعني أبيض في اسود في ولا منقطه ولا طبعا ياسمين ومنى اصحاب جدا يعني فمسموح ان هم في الهزار القوي الجامد ده. ايوه بينا. وانت عايز تقولي انا كمان بقرا؟ انت عايز انت كمان تقولي ايه بقرا؟ لا انا ما اقدرش اقول كده. يعني بيني وبين ياسمين ما اقدرش اتكلم طبعا اوكي كده. انما انت القرايه شغاله ومبسوطه؟ حاسه انك هتعملي المسلسل ده ولا ما اعرفش؟ مش عارف اقول غير لما اخلص يعني شريف ما تحرجنيش. لا مش هحرجك ولا حاجه بس علشان انا قصدي ان دي شخصيه محتاجه تحضير و بس انا لسه بقرا فمش عارف. والله انا ما قلتش حاجه فمش عارفه يعني هي اللي بتقرر يعني انا ماليش دعوه هجيب عيالي امتى يعني. طب اتفرجتوا على احلى الاوقات؟ فيلم احلى الاوقات؟ انا اتفرجت. اتفرجت ياسمين؟ لا ما شفتيهوش. لا لسه. طب عجبك الفيلم؟ انا عجبني التمثيل جدا اللي في الفيلم وكادرات الاخراج يعني من وجهه نظري كانت حلوه جدا
بس انا كان ليا شويه تحفظات على الورق يعني. اه انما التمثيل عجبك جدا. التلاتة احسن من بعض ولا في حد مميز عجبك؟ لا التلاتة حلوين جدا. لا هما كانوا ساعات بيتفوقوا على بعض في بعض المشاهد. اه ما في مشاهد دايما في حاجات تسليم يعني هند تلاقيها نوار اكتر شويه بس في الاساس كانت حنان يعني الحقيقه كانت في شكل جديد وناضج جدا مختلف جدا الحقيقه. بتقول ايه يا ياسمين؟ ما بقول لك اكيد يعني انت هتسالها السؤال ده هتقول كلهم كويسين مش هتقول ده وحش ولا حلو. ليه ليه ما كل واحد احنا احرار نقول اللي احنا عايزينه. احنا ناس ما فيش ناس عايزه ديمقراطيين. لا امال الناس ايه؟ خلاص خلاص مش مهم. انت ليكي فيلم نازل لك في الصيف ولا حاجه؟ لا لسه. ليه؟ ايه ده ايه ده في ايه؟ ليه ما نزلكيش فيلم في الصيف؟ ان شاء الله ممكن في رمضان يعني ربنا يسهل. ينزلك فيلم في رمضان؟ لا مسلسل. والله؟ اه مسلسل مع مين؟ لا لسه ما شويه يعني مكتمه. ما ينفعش اقول حاجه وما يعني ولسه ما حصلش زي منى كده. اه الحقيقه الوقت عدى بسرعه جدا. لا ايه ده ليه كده؟ وكانت فرصه سعيده الحمد لله. مش هنلعب اي حاجه. لا انا كويس قوي كده. لا 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 والله كويس كده قوي. ايه ده احنا كنا عايزين نمشي دلوقتي وانت. لا انا مبسوط قوي من قعدتكم كده كفايه قوي وكانت كتيره كمان كانت زاد عن اللزوم. ايه ده ايه ده دلوقتي هنلعب اغنيه. ايه الطريقه دي؟ نقفل بيها البرنامج ونقفل بيها الحلقه لان انتوا فعلا شرفتوني ونورتوني قوي. انت ليه بتعمل كده؟ ابدا ولا حاجه. انت قرفان من شم ريحه وحشه ولا على فكره؟ على فكرة يا شريف احنا هنقول لبقية صحابنا ما يجولكش على فكرة. اه مش تقدري. وانا اصحابي كتير عشان بتعاملنا وحش. انتوا بس عشان بتعاملنا وحش. والله انا مبسوط جدا. وانت الخسران. انت قدامك كام حلقة وفرحان. وفرحان جدا ان انتوا كنتوا موجودين معايا النهارده واسف اذا كنت اخرتكم شوية. يعني اسكتي شوية بقى بس. انت ليه بتزعقلي؟ هنعمل اغنية نقفل بيها الحلقة لو سمحت. نعم اقفلوا الحلقه انتم من فضلك. يلا اقفلوا الكاميرا معاكم. اتفضل. ولا ياسمين هتعرف تقول حاجه ولا انا؟ يلا انتوا الاثنين. لا انا هقول. آه إيه الكاميرا معاكي فين؟ انهي كاميرا؟ المنوره دي. دي المنوره. انت هتنور دي مره ودي مره. هي خلاص يلا. سيداتي انيساتي سادتي. قولي يا منى معاها. طب لما تخلص تقولي حاجه على بعضها. خش في الموضوع. انت جايبني انا لوحدي ليه؟ انا عايزه انا وهي. يلا ايوه. سيداتي سادتي انيساتي. I can't.
وفرصه سعيده.